السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أطفالي، كيف حالكم؟ اليوم سوف نتحدث عن المدرسة. المدرسة. الآن we will read this paragraph together. محمد في الصف الثالث هو يعيش في دبي هو يحب مدرسة جيمس فاوندرز جيمس فاوندرز هو يذهب إلى المدرسة بالحافلة يوجد في المدرسة غرفة الحاسوب غرفة الحاسوب وغرفة الرسم غرفة الرسم وغرفة الموسيقى أنا أفضل غرفة الموسيقى حيث أستمتع هناك كثيرا حقا ما أجمل مدرستي Here we will talk about the new world. غرفة الموسيقى غرفة الموسيقى غرفة الرسم غرفة الرسم غرفة الحاسوب غرفة الحاسوب غرفة الحاسوب أنا أفضل غرفة الموسيقى أنا أفضل غرفة الموسيقى نحن نرسم في غرفة الرسم نحن نرسم في غرفة الرسم نحن نرسم في غرفة الرسم هو يدرس في غرفة الحاسوب هو يدرس في غرفة الحاسوب هو يدرس في غرفة الحاسوب And now we will go to حروف الجر حروف الجر حروف الجر من عن 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 بال 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 في في إلى إلى على على we will make a sentence من like أنا آخذ القلم من الحقيبة I take pencil from pencil case. عن أنا أتحدث عن المدرسة. I talk about my school. بل نحن نذهب إلى المدرسة بالحافلة
We will go to school by bus. في الولد في الصندوق. The boy in box. إلى هي تذهب إلى المدرسة. She's go to school. على القلم على الطاولة. The pen on the table. Also here. مكتب المدير. مكتب المدير. مكتب المدير. العيادة. 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 المسجد. 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 أصلي. 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 مكتب المدير كبير جدا. مكتب المدير كبير جدا. الطبيب في العيادة. الطبيب في العيادة. هذا مسجد واسع. هذا مسجد واسع. أنا أصلي في المسجد. أنا أصلي في المسجد.